الانتخابات خلاص احنا داخل في مرحلة مهمة جدا. انا كل اللي اقدر اقوله في الموضوع نقطتين: لازم نروح ننتخب، مش عايزين نسمع اي حاجة، لازم نروح ننتخب. يعني ما هو لما نروح حضرتك انك ما تنتخبش مش هيوقف الانتخابات، انما ممكن يفرز عن ان حد ملوش لازم يخش. خلاص هنقول انتخب، شوف البرامج اذا كان في برامج، شوف الحاجات اذا كان في حاجات، وشوف. انما في ثوابت عندنا، كل من وقف ضد مصر في المرحله اللي فاتت وكان جهارا، اللي قال يسقط حكم العسكر، واللي هاجم مصر، واللي هاجم الشرطه، واللي عمل ده كله، انت عارفين هيتلون دلوقتي ويعمل النعمل. لا لا، انت عارفين كل واحد من خلاص، يبقى المساله واضحه. ادي الجزء. الجزء الثاني، فاكرين لما كان في بيتعمل الدستور ولجنه الخمسين والسلام في نهايه البتاع ده والسلام الجمهوري ضرب، وكان في واحد اللي هو ممثل السلفيين او واحد من الممثلين السلفيين موجودين ما رضيش يقوم، كل الناس واقفه عشان تحيه العلم المصري احتراما للعلم النشيد الوطني المصري، وده قاعد عشان الاصل النشيد حرام. طب جاي تمثلني في ايه؟ انت جاي تمثل مين اذا كنت انت بتقول حرام؟ عشان تبقوا عارفين. هو ده اللي انا ده رايي الشخصي في هذا الموضوع. كل من كان ضد هذا البلد وساعد على الهدم وكان يريد ان تدخل مصر في الدوامه اللي دخلت فيها البلاد، اللي هي ربنا يعينها كلها وينقذها كلها، بحور الدم اللي تمت دي كلها، كل ما كان يعمل ده انت عارفينهم هم اشخاص والكلام. لما يجي حزب حتى رئيسه من ده واحد من اللي تورطوا في مسبيرو ولا تورطوا في محمد محمود وكانوا بيدفعوا فلوس عشان يخربوا ويحرقوا ويعملوا، انت عارفينهم هم وحزبهم عارفينهم. مهم ننزل، مهم جدا ننزل، لا لان ده مهم. نختار المجلس اللي هو بيقود مصر في اصعب مرحله، المجلس اللي هو المجلس التشريعي، مهم كلنا ننزل. انا ضد حزب ديني وضد اي حاجه فيها عنصر. الحزب ديني يعني كنت راجل عنصري، يعني انت راجل بتاخد الدين على انه عنصر، اللي مش معاك ضد. احنا في بلد كلها، حتى وانك انت طعمت جبت مجموعه من الاخوه المسيحيين، لا 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 سيبك من الكلام ده، ما انتوا مواقفكم ثابته وكل حاجه ثابته. انتوا ما فيش حاجه النهارده، اي حزب قايم على ناحيه عنصريه انه بيميز نفسه بحاجه انه هو الدين، لا 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 لا، الدين ملوش علاقه، الدين لله، ده الدين بتاعنا كلنا، كلنا مسلمين وكلنا مسيحيين. فمحدش يتكلم النهارده، ما تيجي احنا كمسلمين هتيجي تقول لي اصل انا، لا 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 لا، ما تدخلش الدين في الموضوع. يقول لك الاسلام السياسي، يعني ايه الاسلام السياسي؟ يعني معنى كده ان في اسلام اقتصادي، ومعنى كده في اسلام رياضي، واسلام فني، واسلام ده كلام. المساله ارجع للقران وللسنه، المساله بسيطه وسهله، وادي الدين معامله. يا ريتنا بس نعمل شات الحاجات دي كلها. اما انك انت ترفع رايه الدين وتتكلم باسم الدين والكلام ده كله وتقول لي ده حرام وده حلال وده الكلام ده كله، لا يا باشا. احنا اهم حاجه النهارده المواطنه، اهم حاجه ان احنا نخش الانتخابات ونطلع من الانتخابات اكثر قوه واكثر تلحما عشان الخطر اللي علينا من بره. اي حد النهارده بيحاول ان هو يفرق ويميز نفسه والكلام ده كله، ده بيضر الوطن. في الاول وفي الاخر مجلس النواب اللي جاي بحضرتك وحضرتك بكل مصري ومصريه لهم حق الانتخاب، اكثر من 52 مليون مصري ومصريه، مطلوب ان احنا اكبر عدد ننزل في هذه الانتخابات، ولا نلقي بالا للدعاوى اللي تقول لك قاطع مش قاطع. هو مش عايز الغالبيه التي يمكن ان هي تقدر تجيب اشخاص ليس لهم اي، يعني بيجيب الاشخاص اللي هم مع مصر وبيحبوا مصر وداخلين عشان يحبوا، انما اللي داخل عشان يوقف المسيره، واللي داخل وهو معروف من عنوان حزبه ولا الكلام ده كله، اللي داخل يعمل ده كله ما تنتخبهمش. القوات المسلحه 185 الف ضابط وجندي جاهزين لتامين انتخابات مع قوات الشرطه، يعني في اللي هي المرحله اللي هتبدا ان شاء الله من الحد والاثنين، وده كله عشان خاطر ما يحصلش اي حاجه من اللي كانت بتحصل قبل كده. اللي كان بيحصل قبل كده انك تتمنع ناس تروح انتخاباتك، مش هيحصل. واللي عايز يعمل حاجه من دي يوري نفسه كده، مش هيحصل ده كله. فالنهارده احنا كلنا بحرصين على هذه الانتخابات، ويمكن في التجهيزات الاخرانيه بتاع القوات المسلحه نقدر نشوفها فيديو بسرعه. انا اسمي محمد ابراهيم، مواطن بسيط من الشرقيه،
كنت فخور لما اتجندت في الجيش علشان ادافع عن تراب بلدي. وفي الجيش اتعلمت حاجات كتير زي الاخلاص في العمل وقوة التحمل، لغاية ما اختاروني ضمن القوات اللي هتحمي المقرات الانتخابية علشان الشعب بينتخب نواب الأمة. ولان القوات المسلحة بتقوم بتدريب كل فرد فيها على اعلى مستوى، كان لابد من تدريبي انا وزمايلي على المهمة دي. كان يومنا بيبدأ من الفجر، طوابير لياقة بدنية صعبة، بعدها طوابير اشتباك ودفاع عن النفس، وبعدين محاضرات ازاي اتعامل مع المدنيين. ولما جه وقت نزلنا للمقرات الانتخابية، كان كل قائد بيلقن الافراد المهمة بتاعتهم. احنا على اتم الاستعداد والجاهزية لتأمين الانتخابات النيابية الاستحقاق الثالث للمصريين، وهنتحرك النهاردة علشان نوفر لكل مصري مناخ آمن يقدر من خلاله يدي بصوته. شيء يفرح، انضباط رائع، كل واحد عارف هو هيعمل ايه بالظبط، كل القوات اشتركت. وتحركت القوات، وبدأنا تنفيذ المهمة، حماية وتأمين شعبنا وهو بيدلي بصوته في الانتخابات النيابية. والمهمة هتكلل بالنجاح لأن إرادة الشعب يحميها الجيش. يعني أنا النهاردة تنزل حضراتكم، هتنزلوا محدش يبقى قلقان من أي حاجة. حضراتكم شايف الدولة مهتمة جدا لما يبقى في 185,000 ضابط وجندي، لما يبقى الشرطة أكتر من 50,000 من قوات الشرطة. ما ينفعش إحنا ما ننزلش، ما ينفعش. النهاردة وزارة الداخلية النهاردة أفرجت عن 21 من الغارمين والغارمات من السجون بعد مساهمة ضباط الشرطة. الوزارة ما تفرجش إلا لما يدفعوا، وضباط الشرطة بمساهمات فردية من ضباط الشرطة سددوا المديونات بتاعت 21 من الغارمين والغارمات. المفرد عنهم يعني كان عبارة عن، ودي مش أول مرة على فكرة، دي ثالث أو رابع مرة ضباط الشرطة يعملوا هذا الكلام. وياريت كلنا إن احنا نبقى لنا في هذا الدور، بس ياريت كمان إن احنا هذه المسألة، إن المسألة فكرة إن الناس تروح تمضي بتاع الكلام ده كله، المسألة بتزيد ما بتقلش. فبرضو نبص على المسألة، لان كان حكايه بسيطه جدا هحكيها لحضراتكم. كانت من 15 يوم تقريبا في قناه، في احد البرامج في تلفزيونيه، فحد اتصل بالتليفون واتكلمت على انها جوزها ميت وابوها ميت وخالها ميت وعيالها ميتين وما اعرفش محتاجه ايه. يعني حكت حكايه تخلي اي حد يعني يبقى يفطس. صديق ليا الحاج مجدي ده، وده راجل بيحب الخير جدا، هو اللي حكي لي. قعد داخل على ما جاب من البرنامج التليفون بتاع الست ديت، وبعت حد من عنده علشان هو بيعمل ده. للاسف المساله غير كده، لا جوزها ميت ولا ابوها ميت ولا الموضوع اللي حكت عليه ده لا اساس من الصحه. فليس كل ما يقال او نسمعه او نعمله. برضه احنا برضه نتحرى، لان انا فكره النهارده ان انا اروح اكتب اصالات وبتاع واخش وانا ضامن ان انا بعد شهر هيطلع لي يعني عايزين نبص على المساله وتدرس المسائل. كل الاحترام والتقدير والشكر لضباط الشرطة اللي ساهموا في هذا الموضوع. في الاول وفي الاخر هو مواطن مصري، زي ما ربنا امرنا ان احنا يبقى في تكافل، وزي ربنا ما امرنا نحط ايدينا على ايدين بعض، وزي ما ربنا امرنا، لان ما فيش حد، ما هو ده ربنا بيقول لك، يعني بيقول لنا من يقرض الله قرضا حسنا. ما هو ده القرض الحسن، لما كنت بتطلع ام ولادها اتحرموا منها في السجن عشان خاطر مشكلة زي دي مالية، فلما بتطلع ده شيء رائع جدا. ومفيش مليم هتصرفه في الخير الا ما هترد لك، وربما يرفع عنك مرض، وربما يرفع عن ولادك حاجه كبيره جدا. الخير الخير الخير، بس احنا يعني ما نسيبش الشيطان، لان هو الشيطان اللي بيمسك ايدك عشان ما تحطش ايدك في جيبك. الشيطان اللي بيعمل ده غير انه بيسد ودانك على اي دعوه للخير. الحاجات دي كلها هي اللي هترجعنا تاني.
هترجعنا تاني. وفي ناس كتير بتعمل خير وفي ناس كتير بتحب الخير، لان احنا في الاول وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في ان خلق الناس، ده فقير وده اكتر وده اكتر واكتر. وربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نطلع من فلوسنا اللي هو 2.5% او ربع العشر، 2.5% زي ما كان في الانجيل 10%. يعني ربنا امر بهذا الموضوع. وربنا لما هو اللي مطلع على كل ارزاق البشر كلها، لو كل واحد طلع اللي ربنا قال عليه ما يبقاش في فقير على الارض، والله ما يحب في فقير على الارض.